السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم طائرات مفخخة بدون طيارة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح الناطق باسم التحالف العراقي التركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، مؤكدا أنه تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني. حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. وذكر موقع سبتمبر نت أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، منها سلسلة جبال الدخيل والعلق والرماة وصفراء وشنان والأغر والدشوش. كما حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة حررت مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب الشعف خلال معارك متواصلة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه الشديد من حالة خزان صافر قبالة سواحل اليمن وعدم صيانته منذ عام 2015. وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك إن خزان صافر معرض لخطر وقوع تسرب نفطي هائل أو خطر الانفجار أو الحريق، ما سيؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن والمنطقة. وأوضح البيان أن تسرب النفط الذي يحمله الخزان إلى البحر الأحمر سيلحق الضرر بالمنظومات البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص في المنطقة، كما سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيفاقم من سوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن ونقص الإمدادات الغذائية. ودعا غوتريش إلى تمكين فريق من الخبراء الفنيين المستقلين من الوصول إلى خزان صافر دون شروط مسبقة لتقييم حالته وعمل أي إصلاحات أولية ممكنة. حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرض اليمن لخطر الانزلاق إلى المجاعة بسبب الاضطرابات المطولة في الإمدادات الغذائية للبلد الذي يشهد معارك متواصلة منذ سنوات. وحدد مكتب البرنامج في اليمن في بيان نشره على تويتر سبع عوامل عدها بين أعظم التهديدات التي يواجهها الشعب اليمني للعثور على ما يكفي من الغذاء للبقاء على الحياة. وأوضح المكتب في بيانه إن الصراع المسلح وانهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات وفيات كورونا أبرز ثلاثة مخاطر تواجه المدنيين، إضافة إلى السيول وتفشي الكوليرا المحتمل ونقص الوقود وخطر تسرب النفط من الناقل الصافر أو انفجارها. اقتحمت ميليشيا الحوثي ظهر أمس مسجد حسن قديد في مديرية ميفعة عنس شرقي مدينة دمار وأطلقت الرصاص باتجاه المصلين بشكل عشوائي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب فيها مسلح حوثي وواحد من الأهالي. وقالت مصادر محلية إن حادثة الاعتداء جاءت عقب رفض المصلين تأدية ما يسمى الصرخة. وأوضحت المصادر أن الميليشيا اعتقلت اثنين من عقال القرية. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.